امشي قدامي يلا امشي، اليوم راح تتعاقب وراح تشوف شنو راح يصير لك، امشي قدامي يلا. راح تعاقبني ليش؟ انا شنو مسوي؟ انت السارق، انت السارق، وهسه ان شاء الله هذا جهاز الكذب راح يكشفك، واذا طلعت انت شذاب راح تطيح بحفره اللافا. اقعد يلا اقعد. والله العظيم ما اقعد، انت ما تخوفني، وش تريد تسوي سوي، وما ارجع لك الاغراض اللي سرقتني، افتهمت؟ يلا راح نشوف، راح نشوف هذا الجهاز بعد 3 2 1 ليتس جو. السلام عليكم، شلونكم، شخباركم؟ وياكم مهدي من قناة أوغا، واليوم ويانا منو؟ أمير سلو. هلا والله. أهلاً أهلاً وسهلاً. أهلاً أهلاً وسهلاً. احترمني، احترم نفسك يا ورع، احترم نفسك. شوف شوف السيف، احترم نفسك، شوف السيف مادي. أوه كلش. إي نو لا تمدد يدك علي، ما رجع. أوه يا ويلي، سيفك قوي. ايه قلت لك سيفي قوي. طبعا شباب بنات، اليوم عندنا، اليوم عندنا كم شغله اسطوريه راح نسويهن، ومن ضمن هاي الشغلات هي، ابتعد عني، ابتعد عني يا امير، لا تسمع، ابتعد ابتعد. ان شاء الله اليوم راح اسرق بيت امير بدون ما يكتشفني يا اساطير، فكل اللي علينا نسويه نخدع امير ان شاء الله. امير يلا يلا جاهز؟ تعال 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 وياي. يعني ترى سمعتك عبالك انه انا ما سمعتك، ترى سمعتك خالي، ما راح تقدر امزح وياك، امزح. شوفوا شوفوا الاغراض اللي عند امير. واو اي راح اموت، راح اموت. اطلع برا، اطلع برا، اطلع برا. شنو شنو؟ لا تحط عينك، حاطط عيني على منطقتي، حاطط عيني على صناديقي يا اخي، راح اشوف لك منطقه. روح عندي منطقه. تعال تعال خلينا نسوي لنا بيت، انا ما عندي بيت. تعال وي اوكي، هذا البيت مالتي. تعال تعال يلا باسرع وقت. تعال وينك انت؟ وينك اوقا؟ ما شفتك. انا هنا هنا. لا ما شفتك، وين؟ هذا هنا انا. اقمص اقمص اقمص، اقفز يلا. ما اشوفك. قفزت، شفتني؟ لا بعدني ما شفت. لا يا اخي هذا انا موجود، شو السالفه؟ تعال وين؟ شفتني شفتني انت؟ اجيت لك اجيت لك انت تشوفني؟ اجيت لك يا انا. ارجع للجزيره، ارجع للجزيره مالتي، ارجع للجزيره مالتي. رجعت للجزيره طبعا. لقيتك لقيتك لقيتك. لحظه خليني اشوف شنو سوينا، خليني اشوفهم شنو سوينا. طريقه سهله للصعود والنزول بعد، خلاص ما نستخدم هاي. عندنا وين؟ بعد ما نستخدم الطريقه التقليديه. تعال من هنا بالنص. وين هو؟ تنزل من هنا. تمام. لا ما كسرت، ما كسرت. اوكي تعال تجي من هنا، تدخل من هنا. والله حتى اني نسيت المكان وين. والله مشوار. اوكي لا تضربني ترى. هاي لقيتها. عرفت لقيتها؟ لا لا وين هي، وين هي؟ والله بعدنا جديد، بعدنا جديدين على السيرفر. اي لقيتها، هاي هاي هاي. اوكي اوكي اي هاي صح. انت بيت، انت انا ضرب واحد اموت، انا ضرب واحد اموت. اوكي اوكي خليه يهرب، خليه يهرب. امير امير راح اموت، انا راح اموت، خليه يهرب، خليه يهرب. اوكي هربت الحمد لله وشكرا. بيلتنا لازم. انت قمرك سلاي. لا يا ويلي. اوكي شبابنا طبعا مثل ما تشوفون بعدنا مبتدئين، والله مشوار. اوكي اوكي لحظة، اذا بعدكم جديدين على هذا المقطع وجاي تشوفونه طقوا لنا بلايك واشتركوا بالقناة. اوكي حطوا لايك. يلا 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 امير. ما يصير، ما يصير تسرق اغراضي تدري. يلا يلا مو مشكلة. ليش؟ لا ما يصير تسرقني، شنو عبالك اني نوب مثلك؟ جاي تشوفني انت. اوه وحوش هنا وزومبي موجودين. يلا وصلت لك، وصلت اني، وصلت الحمد لله والشكر طبعا. اليوم عندنا كم شغله راح، ما دام امير ما يسمعني، انا شفت اغراض نادره بالبيت مال امير، فنفكر اليوم اسرقهم بدون ما يعرف. اوكي يلا يلا خلي اروح. احترم نفسك اوقا، ترى دا اسمعك. ما يخالف حتى لو سمعتني، انت ما تخوفني، حتى لو عندك سيوف، سيف قوي. ما العظيم يمين بالله، يمين بالله اذا تمد يدك على الصناديق مالتي يمين بالله راح تشوف ايش راح اسوي لك. يعني تهدد تهدد. والله ما تخوفني انت. يخوفني انت، انت انت منو حتى انت تخوفني؟ انا يعني ما اخاف من عندك ترى. انت ولي منو؟ راح نشوف، راح نشوف منو راح يفوز. راح نشوف. يلا يلا اوكي. خلي اوكي. أوه يا ويلي، قتلت الزومبي والوحوش؟ لو ما قتلتهم يا اخي والله اعتقد شو اسمه شيء مو حلو انا سويته من اخترت جزيره السلايم كمنطقه، لان دايرس بنون. اوكي اوكي دايرس بنون دمروني يا اخي. وين الجزيره مال السلايم؟ اوكي هاي هاي هنا. بس خلي اجي لك واصعد وياك يا اخي، والله ضيعت المكان اول مصعد. هذا لقيته 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 لقيته. اوكي نجي من هنا. وين الطريق؟ ليش ما جايفت؟ هذا لقيته لقيته. هلا والله، هلا والله لقيته. اوكي اوكي هلا والله. لقيت بيتي؟ امير لا تقول لي اخذت الغراض، الاغراض مالتي. لا ما اقدر، انا كل شخص لا يقدر ياخذ فقط اغراض نفسه. لا 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 يا امير، والله اغراضي مختفيه. تمام تمام لا اغراضك عندي، عندي موجوده هنا. فوق فوق في الجزيره فوق، مو في الجزيره فوق خالي. تعال اوكي اوكي يلا يلا صعدت صعدت صعدت. وينهن؟ ذني وانا ابحث عليهم تحت. اوكي اوكي هلا والله باغراضي الرهيبه. اوكي طبعا حاليا الله. اللي راح نسوي، تعال امير المنطقتي، تعال تعال بسرعه. اي لازم ندور. يلا خلاص روح قال لي قدامي. اخذ اخذ هذا شوي دجاج. عندي دجاج، عندي دجاج. جيبه جيبه وتعال جيبه.
هاي منطقتي ان شاء الله اليوم راح نسوي تعديلات على المنطقه. يا ويلي تعال تعال خلينا نكسر اول مره هذا الديرت اللي انا خليته. شفتوه بالحلقه السابقه ها هاي منطقتك الجديده؟ اي اي راح ارتبها ان شاء الله وتصير منطقه رهيبه باذن الله. يلا يلا اوكي ان شاء الله ان شاء الله. اوكي يلا مو مشكله خلينا نرتب. اي راح اموت. اوكي انطيني دجاج مطبوخ. عندك دجاج مطبوخ؟ انا ما عندي. اي تفضل اخذ اخذ شوي دجاج مطبوخ طبخته قبل شويه. وين كفو 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 كفو. اوكي اخذت الدياخت بالغلط. طيب شنو فكره شنو فكره المنطقه مالتك؟ يعني شنو راح تسوي؟ خشبيه حجريه شنو؟ لا يعني لا خشبيه خشبيه ما دام الاشجار موجوده كثيره هنا. فحاليا ان شاء الله بس خلينا نصفي المنطقه. اوكي وخر هذني الاغراض وخر هن وخر هن. اوكي اوكي يلا مو هذني الشتلات. اي الشتلات الشتلات. اوكي اوكي هاي المنطقة ان شاء الله اللي راح يكون بيها البيت مالتي باذن الله. تمام وخر وخر وخر. اوكي طبعا بعد ما نكمل البيت مالتنا باذن الله راح نسوي شغله رهيبه اني وامير راح تنصدمون من عندها. اكو اجهزه مثل ما جاي تشوفون بالمودات عندنا شغلات رهيبه. اليوم راح تشوفونها باذن الله. يلا يلا مو مشكله مو مشكله. كسرنا ذني يا امير. اقول لك امير عندي سؤال. اسال اسال. البيت يا اخي قلت لك رتبها رتبها وياي. وين رحت انت؟ جاي ده جمالك بالخشب. اوكي اوكي عندي سؤال اتمنى تقدر تجاوبني عليه. انا شفت بالمقطع مالتك للي ما شاف مقطع امير انا راح اقول لكم شنو اللي صار. شفته يستخدم اداه يغير شكل البلوكات. تقدر تعلمني شلون اصنعها؟ اوكي اي يعرض لك فقط حبه ذهب او حبه ايرون او حبه دايموند. اي واحده من هذول الثلاث؟ ذهب. عندي دايموند عندي دايموند عندي دايموند عندي دايموند. طيب لازم يجيب حبه دايموند لازم يجيب لك حبه استكايه. اوكي استك موجود استك موجود خلاص هذا الاستك. ادمجن ادمجن ويا بعض في الكرافتنج تيبل وراح تطلع انت عندك اداه اسمها تشيزل. اوكي اوكي هاي الكرافتنج تيبل. هاي عندي كرافتنج تيبل عند حلو. اخلي لي هاي هنا الدايمود. وين اخليه؟ فوق؟ لا 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 هسه هسه انا اعدلك اياها هسه. ها باي تريك. حلو. اوكي اوكي اصنع لي بس وحده بس لا تجيبهم سته بس وحده لا تجيبن السته تورطنا. لا لا مو لهي الدرجه سته. اوكي هاي البيضه فقعها شوف شنو راح طقها شوف شنو يطلع بيها. اذا شباب بنات اذا ما طلعت كتكوته ضغطوا لايك. اوكي يلا يلا يا رب ما تطلع كتكوته. لا شنو هذا الحظ السيء؟ حطوا لايك خلاص شباب. يا ساتر. ايه كتكوته مسكينه عوفها شباب بنات والله العظيم اللي هسه اذا تضغطون لايك والله العظيم اخليها تعيش بس اذا ما تضغطون لايك راح اقتلها هسه. اوكي 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 تعال ويا تعال تعال. هاي اخذت الكرافتنج تيبل. والله العظيم اول مره اشوف لي هيك حظ يابه. اوكي هاي خليني نكسر. تعال تعال خليني نكسر ذني. حاليا راح نبدي. اوكي اوكي يلا خلينا نبدي بنبني نبني بالبيت مالتي. تعال بهذا المكان. انا جهزت لك هسه 52 حبه يعني خشب. اوكي قبل استونايا خشبايه. اوكي اوكي فانت حولن باي الاداه تحولن الى نوع ثاني يعني. أوكي. بس اعتقد لازم تغيرن على الارض وغيرهن مو لو انا غلطان. لا 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 هي تصير السالفه ولكن احسن لك تغيرن كلهن. شوف نقدر نغيرن هيك عادي. شوف ها شوف تختار نوع. اوكي اوكي راح اخليه وبعدين اغير وحده ورا وحده افضل اعتقد. تمام يلا. لا لا بس راح تنكسر عندك على السريع الاداه لازم تختار لك وحده. افتحها افتحها اضغط عليها كليك ايمن. حط بايدك. اوكي اوكي عرفت عرفت عرفت. تمام اعتقد نضغط عليه. اعتقد هذا احسن نوع. اعتقد اخلي الخشب كله ونختار النوعين اللي اريدها مو؟ مطرة الدنيا. احس هذا احسن نوع. لا لا انا اختاريت هاي النوعية امير هاي النوعية. مالك علاقة بي هاي 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 مالك علاقة بي. والله جاوبني. تعال تعال 1 2 3 4 5 6 7 8 8 عطني عطني شوي بلوكات عطني شوي بلوكات عطني. هاي خذها من 10 ومن هنا 12 اوكي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اوكي بهاي الطريقة. تمام راح نكمل البيت مالتنا ان شاء الله يا شباب ويا بنات. لا مستحيل ردنا بعد بلوكات خلاص. اوكي راح اروح انام. عندك سرير انت؟ لا ما عندي سرير. انت روح نام واني راح اكمل بها. اوكي تمام بلعنا. اوكي بلعنا رسميا بلعنا. طيب وين بيتي؟ هذا بيتي. صوت برق. اوكي البيت مالتك لك بالجزيرة. اوكي 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 يلا اي هسه راح اروح بس يكون ماكو سلايم بالجزيرة فوق. لا ما اتوقع ما اتوقع. يلا زين زين روح 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 انا ما موجود ما موجود خلاص. اجوني الوحوش يا امير. راح اجيب لك يا اساس صارت الدنيا صبح هسه راح اخليه صبح مالك. اوكي اوكي صارت الدنيا صبح. تمام 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 انا اقدر اقتل الوحوش بس المشكلة. اوكي صارت الدنيا صبح هسه انا اقوم العدهم. اوكي تمام المشكلة ما عندي دروع بعدني.
اوكي اي والله انا من لازم اجيب لي دروع خالي. اوكي تعال بس خلينا نكمل البيت مالتنا باسرع وقت حتى بعدها ان شاء الله. امير اريد اصنع الهامر والاداه مال بتاعك كله لان الاداه مالتي راح تنكسر فمو مشكله، اريد اصنعها من الايرون. عندك عندي دايمود هاي خلاص من انا ورايح راح يصير عندي راح يصير هذا بيتك مو هيك اسوي لك طبعا يعني. هذا راح يصير بيتي بس ان شاء الله شباب بنات اذا عندكم افكار حتى نسويها بالبيت كتبوها لي بالتعليقات مو مشكله مو مشكله. يلا 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 هوم اوغا هوم اوغا راح اكتب اوغا. يلا يلا مو مشكله يلا انا ما ادري اشوف العلامه ترى اوكي مو مشكله اي ما اشوفها فقط انا فقط اللي يصنعها. لا لا حلو حلو اعتقد هسه هذا الخشب لازم احلله. هاي نرميه الورده ناخذ هذا الخشبايات مثل ما جاي تشوفون اعتقد هسه كلش كافي. اوه واو شوف الخشب اللي طلع لي. نستخدم هاي الاداه على قولتك اللي نغير شكل البلوكات باسرع وقت. شنو الشكل هاي ما يصير اغيره اذا احلل الخشب ما يصير اخترته. اذا احلل الخشب ما يصير اغير شكله. اوه ليش ما تقدر ما اقدر هذا ما تقدر هذا ما يتغير شكله. شوف اخذه 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 هذا ما يتغير ليش؟ لا كونه مثلا هذا اللون لونه احمر هذا اللون برتقالي ما يصير يكون غير شكل بي. اوكي افتهمت. تعال اوغا اخذ جبت لك ستاكين من عندي. كفو من كفو بيتي. كفو والله كفو يا امير. اوكي خليني استخدم. اوكي هذا ما اريده هذا اخذه ما بس ما عرفته وينه وين البلوك هاي اللي اخترتها انت رسميا ما عرفته. موجوده موجوده هنا اوكي موجوده. اخر وحده اخر وحده اخر وحده يا امير اخر وحده اخر وحده اي اخر وحده. او لا انكسرت الاداه مالتي انكسرت رسميا. موجوده اخر وحده ماكو مو اخر وحده مو اخر وحده نفس الشيء نفس الشيء يا اخي نفس الشيء نفس الشيء. لا لا ما ترهم ما ترهم الشكل صحيح مو هي شكل خربان. لا مو هي اعتقد والله اعلم قبل الاخير. عرفتها البلوك اللي انا اختاريتها يا امير هاي الرابعه 1 2 3 4 الرابعه قبل الاخيره. اوكي طيب عطني الاداه مالتك تشزل عطني لان ما عندي يعني انكسرت مالتي. عندي دايموند هاي اخذها 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 اوكي عندي دايموند هي هاي اخذها كفو. اوكي رقم 4 قلت لي الرابعه قبل الاخيره تمام يلا مو مشكله الرابعة قبل الاخير اي صحيح صحيح أوكي. والله البلوكات هاي كلش حلوه شكلها تمام. امير نرتفع كم ارتفاع كم بلوك نرتفع 5 اوكي 5 5 كالعاده 2 3 3 4 5 اوكي مو مشكله مو مشكله. يلا 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 تعال ساعدني بالبناء يلا حتى نسقف هسه نسوي السقف. دابني 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 اي اي نسوي سقف نسوي ارضيه نسوي كل شيء تمام ماكو اي مشكله ماكو اي مشكله. 1 2 3 4 5 اوكي هسه كل شيء تمام. والله العظيم بنهايه المقطع راح تشوفون شغله راح تصدمكم ان شاء الله. راح اسرق امير سلو. لا لا شنو تسرقني ما تسرقني ما تسرقني حبيبي مالك على اخر 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 لا ما تسرقني ورع لك. طيب شلون هذا الورع خليه يجي عندك هنا اطلع من منطقتي. قتلته تمام قتلته قتلته اسحب عاليه. اوكي هسه لازم اسوي الباب مال بيتي. الباب راح يكون من هذا الاتجاه ثواني. اوكي اوكي هاي هنا لا تنسى الارضيه لازم الارضيه خالي. راح اسوي الارضيه ان شاء الله حاليا. او لا لا السقف شلون خليته يا نوب شنو ما اريد السقف مربع لا لو كان تريد بعدين غيره لا لا كسره كسره كله كسره 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 لا لا تكسره راح نتعب نتعب لا ما اريد اني بهاي الطريقه ما اريد بهاي الطريقه. والبلوكات الورديه والبلوكات الورديه وين هن؟ ماكو بلوكات ورديه خلاص نسوي لك الارضيه واسكت بعدين نعدله يعني اوكي خلاص بعدين نعدله بيت مؤقت. اوكي اوكي خليني نغير الارضيه. الارضيه راح اخليها اعطيني الاداه اعطيني اياها اعطيني اياها اعطيني اياها اوكي هاي اخذها الدايموند دي الدايموند الزرقاء ما ادري شنو تمام. اوكي نرمي هاي نستخدمها. راح اختار الشكل يا شباب ويا بنات. اتوقع هذا اتوقع يجي شكله حلو مو اوكي ايش حال مو لا لا ما عجبني عبالك بمزرعه صاير لا 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 خلاص خلاص راح نغير عبالك بحظيره عبالك بحظيره خالي لا لازم يكون شيء اوريجينال. اوكي تمام ماكو اي مشكله اوريجينال. خلاص عرفت نجح الورديه جميله جميله. خلي الورديه خلي الورديه خلي الورديه اني راح اجيب وياي والله اعلم اتوقع هذا يجي لا لا خلاص 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 هنا انا باوع شوف شنو شوف شنو راح اخلي باوع والله رهيب هلا والله والله رهم 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 رهم. اوكي اوكي يلا يلا مو مشكله تمام. مثل ما جاي تشوفون جاي نكمل بالتصميم مالتنا ولو بس القياسات بس القياسات خطا لازم هذا لا قياسات صح 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 صحيحه لا مو صحيحه لازم ما تجي هيك شوف
هسه صارت صحيحة. اوكي اوكي يلا مو مشكلة. لا يا غبي هاي منا ثلاثة منا أربعة، لا كسرها كسرها. صحيحة يعني القياسات. ايه ايه صحيحة. كسر 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 كسر. اوكي اوكي راح اكسرها ماكو مشكلة. ام سوري عندك تورتشات؟ إذا عندك تورتشات خلها بالبيت لأن رسميا المكان ظلمة. تورتش تورتش تورتش. ما أتوقع عندي. عندك؟ لا والله مع الأسف. أوكي هاي شنو؟ هسه نشوف شنو هاي. سوينا نافذة إذا على هاي الوضعين سوينا نوافذ. هاي شنو؟ بس خليني أشوف هاي حنفية. هاي شنو؟ أمير هاي شنو؟ شوفها. رميتها لك. خذها حنفية 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 المفروض حنفية. أوكي والله ما أعرف شنو فائدتها بصراحة. فمثل ما جاي تشوفون حاليا هاي هذا البيت مالتي بكل بساطة. أوكي. يا يعني والله يا الصراحه بيتك عجبني شباب والله العظيم. ايه هسه لازم نجيب نوافذ. لحظه عندي خشب اني هاي الكرافتنج تيبل مالتي لازم اسوي لي صندوق هنا. لحظه هاي الكرافتنج تيبل مالتي. شوف شنو سويت لك. سويت لك بيت وردي مال البنات. اوكي اوكي لحظه اجي بقلب حب. تعال تعال شوف تعال شوف وينه. اوه والله الباب عجبني. اوكي شوفوا اني احبكم يا اساطير. نجيب هسه شنو الصندوق اللي انا صنعته وين؟ صناديق. هذا الصندوق مكان الصناديق. اقدر ادخل هناني مكان الصناديق هناني؟ لا لا اوكي اوكي مو مشكله مو مشكله. خلي الاغراض اللي حاليا ما احتاج هذا احتاجه. اريد فرن. تقدر تصنعني فرن بتساعدني؟ لا ما بدني نحتاج. اساعدك خلي اساعدك. عندي هاي التطويره. شنو هاي التطويره؟ تعال شوف هاي شنو. اوكي والله يكون مليار تطويره يابه. تمام تمام بدني اغراض مالاتي الثمينه راح اخليني هنا انا مؤقتا. اي مليون مره طلعتهم. اوكي الحد ما هذا دجاج. هلا والله انا جوعان. وين دجاج؟ اوكي هاي تمام ماكو اي مشكله يا شباب. لازم تخلي لك سرير سريرين هنا بهذا المكان. ما عندي وادي. سرير ما عندي سرير. اوكي هاي تطوير شنو اللي يعرفه يكتب لي بالتعليقات. اوكي لا مو تطوير هاي كتاب تعليمات ما ادري شنو. اوكي مو مشكله. والله بس باقي فقط السرير. اوكي اروح اسرق السرير من عندك. انت عندك اثنين اتوقع مو؟ لا لا عندي فقط واحد. احترم نفسك ورع لا تسرقني. شو تسرقني؟ بيتك القديم. بيتك القديم. بيت القديم؟ ما ادري بصراحة ما ادري. فحاليا شباب بنات مثل ما جاي تشوفون هذا البيت مالتي مؤقتا حاليا فرصتي اللي راح اسويه. امير شلونك شخبارك؟ هلا لا غدارة جاي سمعك وما تقدر تسوي ولا شيء. ما راح تسرقني اليوم. طيب طيب سرقة. طيب يا امير روح جيب لي سرير وتعال بسرعة. روح جيب لي سرير. اوكي يلا يلا يلا. دمرتني تراك والله العظيم. خلاص راح اروح ادور لك على خرفان. اوكي اوكي خلينا نشوف اذا خلينا نبحث على خرفان. ترى ترى لا تنسى لا تنسى تراني ساعدتك حتى تعدل بيتك ترى والله العظيم تعبتني. ايه ايه اعرف اعرف اعرف. ايش تقصد يعني تريد مقابل؟ لا 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 يا امير. ايه اوكي مقابل. انكسر انكسرت الاداه مالتي مال بتاع كله فمو مشكله يا اساطير. اوكي 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 نخلي هاي هنا. يعني مثل ما جاي تشوفون بيت بصراحه بعدني مبتدئ او مو شنو مبتدئ يعني محترف بس قصدي بعدني بالبدايه ما عندي هواي موارد. فان شاء الله بالحلقات القادمه راح نسوي نوافذ ونخلي كل شيء موجود هنا. اوكي اوكي يلا يلا خلي انتظر امير لحد ما يجي. والله شباب بنات امير سلو تاخر علي كثير. اجت لي فكره راح انفذ الخطه مالتي. امير اني راح اسوي اوكي ايش صار. اوكي راح اسوي الخطه مالتي انه افكر اسوي لي بيت هنا. اوكي خلي نسوي لي طريق مثل ما جاي تشوفون. راح اسوي لي طريق باسرع وقت. ويني ويني هناك. اوكي يلا يلا خلي نسوي لي الخطه مالتي. ليتس جو. اوكي يا خطه يا خطه اوكي بس فهمني شو اريد اسوي لي. اريد اسوي لي طريق للبيت مالتي حتى اي واحد يجي يقدر يدخل يشوفها مرتبه. اوكي تمام تمام. والله احسك جاي تكذب علي. لا امير اوغا ما يكذب. شنو هذا الكلام؟ احترم نفسك. ما ادري ليش احسك جاي تلعب علي. لا 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 ماكو شيء ماكو شيء ماكو شيء. اوكي يلا مو مشكله خلينا نسوي الطريق بهذا الشكل. اوكي ما شاء الله ما شاء الله. صدق اوغا ما لو شفت. والله لقيت خرفان. ليتس جو لقيت خرفان. هذا الخرف الاول. مو مشكله. ابلع يا خروف ابلع. بعد شنو بعد؟ اوكي اوكي ماكو اي مشكله. امير انت وين موجود؟ وين؟ اني بعيد تقريبا 400 متر على البيت مالتي. حلو حلو انت بعيد عن البيت مالتك. اني ايضا شويه بعيد راح اروح اجمع موارد شويه. تمام خلي ارجع للبيت مالتنا السباون القديم باسرع وقت اعتقد والله اعلم. اوكي اوكي تمام ماكو مشكله ماكو مشكله. اوكي خلينا اخذ يا ربي شلون اقدر هذا الفرن. امير عندك ادوات؟ لا والله ما عندي اني ادوات.
هاي اريد. ايش قد تريد من ايش قد تريد من سريه؟ بس اثنين، بس اثنين اريد، بس اثنين تمام، ما اريد بعد. اوكي اني واحد ما اقدر اجيب لك اياه، بس تريد اثنين انت. اوكي اوكي ماكو اي مشكله، يلا يلا خلي ارجع باسرع وقت. وين وين هناك مالتي؟ اسرع وقت يلا. أوكي. يلا خلاص تجميع وقت جايك، يلا جايك جايك جايك. انتظر انتظر شوي قبل لا تجي. اوكي اوكي الحمد لله والشكر، اني رجعت باسرع وقت. اني انا هسه بالغابه، تريد اكو شيء ببالك اجيب لك اياه؟ جيب لي شويه خشب اذا تريد، جيب لي شويه خشب. اوكي اوكي ايش قد تريد من حبه؟ ايش قد؟ بكيفك اللي تقدر عليه جيبه. اوكي ما اقول لك لا تمام. لا ذني اريد، ما اريد احللهن بهذا الشكل. نجيب هاي الأداة نجيبها. أوكي هذا راح أغير شكله، أخلي شكله مثل هذا تمام. نجرب، أعتقد راح يجي شكل مالته أحلى والله أعلم. لحظة نجرب. أوكي نخليه بهذا الشكل أحلى. المشكلة أنا كسرت الأداة مالتي، ما أقدر شلون أصنع الأداة مال بتاع كله، نسيت يا أمير. أوكي يراد لك بك أكسو أكسو سيفو هو شافل. أوكي أوكي والله مشوار. أوكي ما راح أصنعها حاليا، ماكو أي مشكلة تمام تمام. هاي كسرناها باسرع وقت. اوكي يلا 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 هاي بس راح اخلي ذني بهذا الشكل، اريد اشوف شلون راح يصير الشكل. اي والله يصير الشكل احلى. والله شكل اسطوري تمام، ماكو اي مشكله مثل ما جاي تشوفون. يلا يلا امير تعال، انا جاي انتظرك، تعال تاخرت علي تعال. يلا جايك جايك خالي جايك. اوكي وين الهوم؟ هذا بيت. اوكي اجي اروح لبيتك لو منطقتي او منطقتك. تعال تعال منطقتي، تعال شوف ايش سويت التعديلات، تعال شوف تعال تعال تعال. والله شوفنا خالي جايك، يلا دقيقتين اكون يمك. اوكي اوكي انا اوكي انا جمعت لك 11 صوفايه بعد شتري. اوه والله كفو كفو، اجيب لك اجيب لك اسره، اجيب لك شغلات مره جامده. حلو حلو يلا يلا تعال انا جاي انتظرك حالي، سويت تعديلات بالبيت مالتي، اريد اشوف شنو رايك بيهن. اوكي طبعا شباب بنات نقدر نصنع هواي ادوات مثل ما جاي تشوفون واسلحه، اذا تحبون نصنع اشياء بالحلقه القادمه كتبوها بالتعليقات ونسويها. اجيت انت وصلت مو؟ هلا اي بدي اسوي لك بالاسره. شنو 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 تريد اللون مالتين؟ اعطيني انا اريد اصنعها. اعطيني. اوكي اوكي مو مشكله. صنعت لك اثنين بيض لون ابيض. اوكي مو مشكله مو مشكله، بعدين اصبغهن خليهن تمام. هلا والله صار عندي سرير، بس اريد زجاج اريد زجاج. هذاني خشبايات جبت لك اياها، تفضل هذاني خشبايات اللي قدرت اجمعهن لك. تمام كفو كفو، شكرا شكرا شكرا، خليني هنا. العفو العفو. لا شوفوا لا شوفوا، تعال تعال وياي تعال تعال. خلص اوكي راح اروح لمنطقتي، اروح اجيب لي كم شغله وارجع لك. اوكي اوكي جيت وياك، جيت جيت ما عندي مشكله. اوكي دقيقه ثواني، وين الهوم هذا؟ وبيتي موجود هنا. اوه والله كفو. اجيت اريد اشوفك شغله يا امير. لحظه لحظه، وين هي وين هي وين هي وين هي؟ وين البيت مالتك؟ حتى ضيعته انا. اوكي تمام اجيت لك اجيت لك اجيت لك، يلا يلا مو مشكله. اوكي شنو؟ جزيرة السلام، جزيرة السلام يا عفو الله. اي شنو؟ اوكي والله جزيرتي، والله جزيرتي عناب عناب عناب. سلايم محتل الجزيرة مالتك. سلايم اقتلن اقتلن. اوكي يلا يلا محتلين الجزيرة مالي، محتلين بيتي. اوكي بسرعة بسرعة وقت بسرعة وقت. اوكي 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 موت يا سلايم موت يا اخي دمرني. شنو هذا السلايم؟ اوه صارت. اوكي خلي انام خلي انام خلي انام. شنو؟ شنو؟ اني نمت اني نمت اني نمت. اوكي ثواني. اوكي شنو؟ اقعد شكو؟ اغراضي مختفية. ايوه يعني ايش علي اغراضك؟ وين اغراضك؟ هاي موجودة. اغراضي مختفية. هاي اغراضك أكو واحد موجودة. اكو واحد داخل ويانا بالسيرفر الثالث او شو السالفة؟ مع السلامة. تعال تعال يا ورع. لا لا يا سارق تعال تعال تعال. شو تريد من عندي؟ شو تريد؟ شو تريد؟ والله قلت لك تعال رجالي اغراضي. شو تريد من عندي؟ اغراضي. اني بريء اني بريء. روح انت خمطني والله العظيم، ما يتسوي لك زين. انا عدلت لك بيتك وشغلت لك وسويت لك هواي شغلات وجمعتك. المطلوب شنو تريد من عندي؟ والله ما خليك ترجع لي اغراض. خلاص تعال اعاقبك تعال. لازم لا 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 انا انا طقه واحده واموت، ضربه واحده واموت. اوكي والله الموت. لا 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 راح اموت راح اموت راح اموت راح اموت. اذا ما راح تتعاقب هسه وراح نطيق حكم المتابعين راح يزعلون عليك. تعال يلا تعال عليك. اسمعني انت تريد تحاكمني مو؟ اي لازم احكم عليك راح تشوف. تعال اوكي والله ما خليك تمسكني. كرسي العداله ادخل للبيت. كرسي العداله وين؟ تعال كرسي العداله والمتابعين هم اللي راح يختارون. اعطني خشب اعطني خشب يلا. يا ويلي اللي راح يحاكم ياخذ الخشب يلا. أوكي. جيب بعد كثير اريد كثير بعد. هذا الخشب اخذه، اريد اشوف شو تسوي. انا اصلا بريء، انا سرقته بس لا ما سرقت، انا بريء يا شباب يا بنات. اوكي يلا يلا هلا والله هلا والله هلا والله. ايش راح تسوي؟ يلا يلا اعطني خشب. اوكي دقيقه اعطيتك خشب. تعال
خلينا نشوف شنو راح يسوي. المتابعين هم اللي راح يقررون منو اللي راح يتعاقب. اوكي تعال اقعد هناك بالكرسي. اقعد انا قعدت. يلا ايش راح تسوي؟ شنو راح تسوي؟ يلا اتحداك. اي راح تشوف ايش راح اسوي. ثواني خلينا نعدل كل شيء. اوكي جيب لنا هاي البلوكه. هلا. شلون قعدت؟ اوكي خلاص راح اقعد بهذا الكرسي. اي اقعد. قعدت شو تريد؟ خلاص قعدت يا ساتر. شو تريد من عندي؟ شو تريد؟ اوكي انا اليوم راح احكم عليك انا والمتابعين لانك انت سرقت لي اغراضي. شوف يا امير اني ما سرقت من عندك اي شيء. انت ما عندك علي اي دليل ولا المتابعين عندهم دليل. دليل المتابعين. واني اقول حتى تنطيني تعويض لهاي الخساره لازم انه انت تنطيني تعويض 10 حبات دايموند او المتابعين راح يزعلون عليك. إيه؟ والله ولا اهتم. شباب بنات تريد يقطني، يريد ينصب علي. اني اوق اسرق من امير وما ما سرقت شيء، بس 9 حبات هاي الزمرد. خلاص شباب. شنو؟ خلاص شباب بنات السالفة عندكم. إذا أريدكم تزعلون على أوغا خلاص قولوا بالتعليقات أمير. تعويض الأمير 10 حبات دايموند. طيب طيب اسمعني، اجلس على الكرسي. أنت تعويض الأمير 10 حبات دايموند. اجلس على الكرسي خلينا نتفاهم. اجلس اجلس على الكرسي. اجلس 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 خليني أسولف وياك شوي. يلا روح. ما جالس أنت؟ اجلس على الكرسي. اجلس. أوكي أوكي ها جالس جالس. ما جاي اشوفك جالس. خلاص اوكي. ايش صار؟ اوكي مو مشكله. شنو رايك ارجع لك مالتك الزمرد هذا بس مقابل تسامحني؟ لانني بصراحه حبيت امزح وياك شويه. 10 حبات دايموند من مالي علاقه بيك. 10 حبات دايموند. خلاص لحظه. هذا مالتك رجعته لك، بس اسف واتمنى تسامحني. لا ما اريده ما اريده هسه. خلاص خلاص انت سرقتني، لازم تعويض. يا اميراني من وين راح اجيب لك الاغراض اللي تريدها؟ من وين تجيبهن لك؟ والله ما اعرف. يعني تريد من عندي 10 حبات دايموند؟ اني مالي علاقه بيك يا اخي، مالي علاقه بيك. طيب طيب راح اجيب لك 10 حبات دايموند. يا ويلي شباب بنات والله هذا امير صار يتشرط علي. اوكي اوكي وين الدايموند؟ انا كان عندي دايموند هنا. انا وينه؟ اوكي اوكي ماكو اي مشكله. وينه وينه؟ اوكي هذا. والله المتابعين راح يزعلون عليك اذا ما تجيب لي 10 حبات دايموند. لحظه لحظه، اذا اعطيك اياها راح تسامحني مو؟ اكيد المتابعين راح يسامحونك مو اني. اني طيب. اني مسامحك. طيب ولكن المتابعين هم راح يزعلون لانك سارق انت. لحظه، منو الاغلى الدايموند والايميرالد؟ منو الاغلى الدايموند والايميرالد؟ اكيد الدايموند. اكيد الدايموند احسن، لان الايميرالد كل شيء ما تقدر تسوي به غير انك تبادله يا قروين. خلاص تعال انزل انزل خلي يعطيك ذني. انزل 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 انزل. شوف اني بصراحه ما عندي بس 5 حبات دايموند وحبتين ايميرالد. هذا اللي موجود عندي، وهاي الاداه دايمونديه بس هذني موجودات عندي. غير بعد كل شيء ما تقدر تاخذ من عندي. لا لا لا. اوكي شباب بنات امير جلدني. اوكي شوفوا اني وين جيت. فا اوكي شباب بنات مثل ما تشوفون امير عاقبني لان اني سرقته. بصراحه استاهل، بس حبيت امزح وياه. طبعا لا تكتبون، لا تزعلون من عندنا، احنا نمزح وياكم. فلا تنسون هسه تضغطون لايك وتشتركون بالقناه وتفعلون جرس الاشعارات، ويا رب عجبكم هذا المقطع الحلو من السلسله الجديده مالتنا. واذا عندكم تصاميم ومشاريع كتبوهن لي بالتعليقات وان شاء الله راح نسويهم بالحلقه القادمه باذن الله. واذا تحبون نسوي لكم غرفه مشتركين ايضا كتبوا لي بالتعليقات. وما احب اطول عليكم اكثر، وبس مع السلامة. باي مع باي. السلامة. باي باي.